إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. حسم سعيد الناصري رئيس الوداد الرياضي لكرة القدم في مصير البلجيكي سيفين فاندنبروك مدرب الوداد بعدما قرر الاستغناء عنه عقب مباراة الأحد المقبل التي ستجمع النادي الأحمر بالرجاء برسم نصف نهائي كأس العرش. وكشفت مصادر مقربة من الناصري أن رئيس الوداد الرياضي اختار التخلي عن فاندنبروك كيفما كانت نتيجة المباراة، إذ يعول الفريق على تعيين مدرب جديد لقيادته في المسابقتين المقبلتين. ويتعلق الأمر بكل من كأس سلمان للأندية العربية البطلة وكأس السوبر الأفريقي. وتابع عدة المصادر أن الناصري سافر منذ أيام إلى العاصمة الفرنسية باريس من أجل أشغال مهنية، واستغل الأمر لمفاوضة مجموعة من المدربين قبل الحسم في اختيار أحدهم من أجل تدريب الوداد. وقرر الناصري أن يعين مدرب مشهور سبق لها أن درب مجموعة من الأندية الأوروبية والعربية والإفريقية على أن تكون سيرته الذاتية مليئة بالألقاب، إذ يرغب في تفادي الأخطاء التي ارتكبها خصوصا في الموسم الماضي عندما تعاقد مع 5 مدربين وتم إقالتهم في ظرف سنة. وأضاف ذات المصدر أن عدد من الأسماء تنافس على تدريب الوداد من بينها الفرنسي بولو غوين والكونغولي فلوران إيبينغي والجزائري عبد الحق بن شيخة والإطار الوطني طارق سكيتيوي. واختتم ذات المصدر حديثه بالقول إنه من المقرر أن تكون الساعات القليلة المقبلة حاسمة من أجل تحديد هوية المدرب المقبل للوداد في ظل دراسة عدد من السير الذاتية. وحول ما إذا قطعت المفاوضات بين الناصري ونجم الكرة الفرنسية السابق بولو غوين أصوات كبيرة، أكد ذات المصدر أن الأمر لا يزال معقدا، خصوصا أن اللاعب السابق لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لديه التزامات مع عدد من الأندية لا سيما في مجال التكوين، كما أنه من بين المحللين في عدة قنوات فضائية فرنسية، وبالتالي هناك سق مالي يجب أن يتم توفيره له من أجل قبول عرض تدريب الوداد. وزاد ذات المصدر أن الناصري يدرس فكرة تعيين لو غوين داخل الإدارة التقنية لفريق الوداد في أفق استئناسه بالأجواء أكثر وخلق جيل جديد من الشباب قادر على الالتحاق بالفريق الأول وتعويض الجيل الحالي للنادي. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب.